يطلق عليه مهرجان الزبادي، احتفال ديني سنوي يستمر لأسبوع ويقام منذ القرن الحادي عشر في الصين. هنا تجري أحداث مهرجان شوتون في مدينة لاسا عاصمة منطقة زيزانغ بجنوب غرب الصين، وهو مخصص في الأصل لتقديم الزبادي للرهبان البوذيين الذين يختتمون جلسات التأمل الخاصة بهم. وسط أصوات الأبواق البوذية يتم الكشف عن لوحة ثانكا بطولها البالغ 30 متراً، ما يشير إلى بدء مهرجان شوتون. ثانكا هي لوحة بوذية مصنوعة من القطن أو الحرير، تزين بأصباغ عضوية ومعدنية مشتقة من المرجان والعقيق واللؤلؤ والذهب، ما يضمن بقاء ألوانها لعدة قرون، وتصور مختلف الآلهة البوذية. مهرجان شوتون يبدأ في اليوم 30 من الشهر السادس وفقاً لتقويم التبت، ويضم أيضاً مجموعة من سباقات الخيل التقليدية وعروض الأوبرا التبتية، ويتوافد عليه السياح من جميع أنحاء العالم.